لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك ليوصلك كل جديد. صباح الخير لكل مستمعين إذاعة صوت سيدني ولكل اللي انضموا لنا بصبحيتنا لنهار الأربعاء 28 من شهر أكتوبر 2020. بعد إعادة نشر الرسوم الموسيقى للرسول من قبل صحيفة تشارلي الساخرة وبعد ما قالوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ذلك بأنه حرية تعبير، بيسعدني استقبل ومباشرة على الهواء سماحة المفدي أحمد طالب. منورنا وصباح الخير لك. صباح النور إليك، الله يعطيك العافية. صباح النور لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيك. تصدر هاشتاج مقاطعة أيضا البضائع الفرنسية، شفنا كتار عم بيغيروا بروفايل بيكتشرز، عم بينزلوا بوستات لمهاجمة الرئيس الفرنسي على فيسبوك. كيف رأيت الردود عليه وأي رد برأيك هو الأفضل؟ ونحن عم نشوف هيدا الشيء مع كل الأديان عم بيصير، يعني الجواب رح يكون واحد للكل، لكل حدا عم يتعرضوا لرموزه الدينية. الحقيقة أنه نحن فاجأنا الأمر اللي حصل، خصوصا من يعني فرنسا بشكل خاص، إلى خصوصية في لبنان بالعلاقة التاريخية مع الدولة الفرنسية، وخصوصا أنه ماكرون بالفترة الأخيرة كان عم بيحاول أنه يقوم بدور يعني تواصل المرن مع شعوب المنطقة بمختلف الطوائف والفرق والمذاهب والأديان. ما قدرنا يعني فعلا نفهم هذا التصريح اللي هو اعتبر فيه أنه الإساءة للرموز الدينية أو للأديان بشكل عام هو نوع من حرية التعبير، بالوقت اللي نحن بنعرف أنه مثلا لما بينحكى عن خليني أفترض اللون البشرة الأسود والأبيض، بينحكى أنه هذا أمر عنصري ولا يسمح به التمييز بين الألوان. لما بينحكى عن مثلا المحرقة اليهودية، بينقال هذا ضد السامية وهذا ما له علاقة في حرية التعبير. يا ترى ليش هذه الأمور تعتبر ممنوعة؟ لأن هي تمس في مثلا أفكار معينة ومعتقدات معينة، لكن لما بنجي إلى الإسلام بيصير المس بالنبي وشخصية النبي اللي هي لها قداسة خاصة عند المسلمين، بتصير هي نوع من حرية التعبير. هون نحن بدنا نقول أنه حرية التعبير تقف عند حدود الإساءة للآخر، والمفروض أنه يراعى مشاعر الآخرين. وحتى في القوانين الوضعية وليس في القوانين الدينية بنلاحظ أنه حرية التعبير لها حدود وضوابط. لذلك اليوم حتى في الأنظمة الأوروبية مثلا لا يسمح بالإساءة للعلم باعتباره هو رمز الوطن، فمن أساء إلى العلم، علم البلد، فيعتبر هذا يجرم، ولا يعتبر أنه هذا نوع من أنواع حرية التعبير، لأن العلم يشكل رمزية ما لحرمة الوطن ولحرمة الانتماء الوطني. فإذا كان هذه الأمور حتى في الأنظمة الوضعية والأفكار الوضعية لها ضوابط، فلماذا لا يراعى مشاعر الآخرين؟ ونحن في زمن يجب أن يعني تسود فيه لغة التسامح، وأن نعمم ثقافة التسامح، وأن نعطي ضوابط حتى نمنع أي نوع من أنواع التطرف أن يجد له مبرر. يعني اليوم الذي مثلا حصل مع المدرس الفرنسي هذا أمر مدان، لا يمكن أن نقبله نحن كمسلمين بأن يقطع رأس إنسان، حتى ولو كان الفعل الذي قام به نحن نستنكره، لكن هذا لا يسمح أبدا بأن يقدم إنسان على أن يمارس القانون بيده وأن يمارس القتل. حتى القتل هذا أمر غير مسموح به لمجرد أنه أقدم على إساءة ما أو تصرف خطأ. فلكن هذه نزعة التطرف ما الذي يغذيها؟ يغذيها اليوم موقف مثل موقف ماكرون، يعني هذا يبرر للمتطرفين مواقفهم ويتعبنا نحن في مواجهة الفكر المتطرف في داخل الأديان، لأنه اليوم في نزعات متطرفة دينية هي سياسية بالأصل ملبسة بالدينية.
نحن اليوم عم نحاول نواجهها بكل ما أتينا من قوة، وعم نحاول نوضح أنه الثقافة الدينية كل الأديان لا تقبل بالتطرف ولا تسمح به ولا تعتبره من الدين، وأي تطرف هو بعيد عن الدين، بعد السماء عن الأرض. ولكن حينما يأتي هذا النوع من الكلام من رئيس دولة كفرنسا، يعني هذا يربكنا ويغذي الحالة التطرف في العالم ويبرر المتطرف فعله الإجرامي الذي يمكن أن يقدم عليه. يعني الردود اللي شفناها كلها على مواقع التواصل الاجتماعي تبرر. أنا اللي بدي أقوله أنه هذا أمر بدنا نتوقعه، يعني بدنا نتوقعه، لأنه بس بينخاف كمان أمر أنه الواحد يوقع بالفخ، يعني دايماً بيفعلوا هيدا الشيء مثل مصيدة للآخرين، يقعوا بالفخ وبيتركوهم بين بعض. معك حق ستنا، لكن نحن اليوم مهما حاولنا لن نستطيع أن نقف في وجه هذه العاطفة الجياشة لدى مليارين مسلم. لكن أكيد نحن ضد الفلتان وأن تتحول العاطفة إلى فكر وإلى ثقافة، أكيد نحن ضدها، ضد نزعات التطرف، ضد أي نوع من أنواع الرد المتطرف، وضد أن يغلب أن تغلب العاطفة على العقل وعلى المنطق. لذلك أنا يعني من خلال برنامجك وصوتك دائما الصادح بالحق، أنا بقول لك كل المسلمين اعقلوا ولا تسمحوا لعواطفكم أن تتغلب على عقولكم، واجهوا الأمور بالمنطق وبالعقلانية وبالحكمة كما دعا الدين الإسلامي إلى أن نواجه كل أمورنا بعقل وبحكمة، وأن لا نكون ضحية مخططات يراد من خلالها أن تثار حالة الفوضى والبلبلة وأن تثار الأفكار المتطرفة في العالم. أكيد نحن لا نقبل بهذه الأشياء، وندعو إلى أن تهدأ الأمور وأن تواجه بحوار وبعقلانية، وأن تأخذ مجراها الفكري والثقافي الحواري، وليس النزاعات التي تدعو إلى حتى المقاطعة الاقتصادية. أنا لا أعتقد أن هذا أمر هو الرد الأمثل، لأنه هذا ينال من شركات خاصة قد لا تكون لها علاقة في هذا الموقف الذي أطلقه ماكرون أو غيره. مع ذلك نحن نقول أنه بحاجة إلى حالة، يعني إلى أن نرفع منسوب العقلنا وأن نواجه بالحوار وبالمنطق، وأن لا نقدم على أي عمل يؤكد نظرية الآخر الذي ربما تنصب إلينا كما تفضل. نعم. هون علق الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على الإساءة للرسول والحملات والشعارات اللي رفعت بعدها قائلا إننا نحن من أسأنا لرسول الله، شو رأيك؟ يعني الإساءة في الإساءة السلبية بمعنى عدم الاتباع الصادق لرسول الله، هذا نوع من أنواع الإساءة. ولكن السخرية والنوع من الإساءة الإيجابية إذا صح التعبير، يعني فعل الإقدام على تعمد فعل الإساءة، هذا أمر يعني غير مقبول. اليوم إذا إنسان مواطن فرنسي لم يحترم القوانين الفرنسية، هو يسيء للدولة الفرنسية وللعالم الفرنسي. لكن أن يقدم مثلا مواطن فرنسي على حرق العلم الفرنسي، هذا أمر لا يقبل منه. يعني أنا كما قلت، أنا يعني ضد ردة الفعل الغير عقلانية والتي لا تنسجم مع مبادئ الحوار ومبادئ يعني المواجهة الثقافية والفكرية لمثل هذه الأمور. هذه بحاجة إلى نقاش معمق، بحاجة إلى أن يقوم هناك دراسات في الجامعات وفي النوادي الفكرية والثقافية، ما هي مساحة الحوار في العالم، وكيف يمكن أن نوفق بين عملية الحرية في العالم، وكيف يمكن أن نوفق بين الحرية واحترام الأديان واحترام المقدس عند الآخر. هذا بحاجة إلى أن يعني نربي أنفسنا ونربي الأجيال على مثل هذا النوع من الحوار ومن الثقافة التي تضع للحرية ضوابط من خلال الحرية. لكن أن نواجه يعني الخطأ بالخطأ والهمجية بالهمجية وأن نواجه يعني الجهل بالجهل، هذا أمر مرفوض وبطبيعة الحال لا نقبله. نعم
سماحة المفتي، مشاركة المسيحيين إن كان بلبنان أو بفلسطين أو بكل الدول العربية أو بالانتشار وحتى بأستراليا بالدفاع عن الرسول والمسلمين، قدين إحنا بحاجة لهيدي الصورة المعنوية والفعلية تكون موجودة بحياتنا ردا على كل المتطرفين من وين ما كانوا وخاصة بمجتمعاتنا العربية. طبيعة الحال نحن أكبر دور المفروض نلعبه اليوم كرجال دين، يعني رجال دين مسلمين ومسيحيين ومن مختلف الأديان، يجب أن نكون صف واحد لمواجهة التطرف والتخلف وللسعي إلى البحث عن المشتركات الإنسانية التي نلتقي عليها، لأن المشتركات الإنسانية هي مشتركات دينية، وأي دين ممكن أن يبث أي ثقافة تفرقة وقطيعة مع الآخر ونوع من الرفض للآخر، هذا ليس من الدين في شيء. لا يمكن أن يكون هناك دين ويدعو إلى القطيعة مع الآخر أو رفض الآخر أو إقصاء الآخر. الدين دائما هو يدعو إلى الجمع ولا الالتقاء ولا الحوار. بمجرد أن نسمع بلغة حوار والتقاء يعني نسمع بلغة دين، وأنا أعتقد ليس هناك دين من الأديان السماوية بشكل خاص اليوم لا يدعو إلى اللقاء، لا يدعو إلى المحبة، لا يدعو إلى التعاون، إلى التوافق، إلى المشتركات، إلى الوجود، إلى البحث عن المشتركات. لذلك ما يمارس اليوم ليس غريبا عن أصل الفكر الديني. العكس هو الصحيح. حينما تجدين أن هناك بعض رجال الدين المسلمين في واد ورجال الدين مسيحيين في واد آخر، معنى ذلك أن عليهم أن يعيدوا دراسة يعني فهمهم لأديانهم، لأن ما بعدهم ليس الدين وإنما ما بعدهم هو الدنيا وليس الدين، أو هو الخلافات ربما السياسية أو الانتماءات الضيقة التي انتسبوا إليها. لكن أصل الروح الدينية هي روح التقائية إذا صح التعبير، روح جمع جامعة. فلذلك نحن نعتبر أن من الطبيعي جدا أن يقف اليوم المسلم إلى جانب المسيحي، إلى جانب اليهودي، إلى جانب كل الأديان الأخرى، من موقع رفض الإساءة للدين بشكل عام، للأديان بشكل عام، ولقناعات الآخرين، واحترام رموز الآخرين، يعني عدم الإساءة إلى أي رمز من رموز الآخرين، وأن يعتبر هذا هو يواسي أو يساوي الحرية بالمعنى الحقيقي. لأنه كما لك الحق أنت أن يعني أن تعيش حياتك بقناعاتك التي لا يسمح لأحد أن يعتدي عليها، عليك أن تقبل أيضا بقناعات الآخرين وتسمح لهم أن يعيشوا فيها، ربما تناقشهم ولكن لا تسيء إليهم، لكن لا تحاول أن تسخر منهم من رموزهم. النقاش العلمي شيء والسخرية والإساءة شيء آخر. نحن نقبل النقاش العلمي ونقبل أن يكون هناك حوار علمي قائم حتى على أن لا يقبل الإنسان ديننا أو لا يقبل الإنسان معتقدنا، ولكن بطريقة علمية، لكن نحن نقف بوجه الاستهزاء والسخرية والإساءات التي هي تمس في شخص أو في الرمز بعيدا عن الحوار العلمي. هذا أمر بطبيعة الحال كل العالم، كل الجنس البشري يرفضه وليس رجال الدين. فمن الطبيعي أن تجدين اليوم رجال الدين مع بعضهم البعض في رفض هذا النوع من السخرية، لأنه إذا سكت عنه اليوم بالنسبة إلى النبي محمد عليه السلام فمن الطبيعي جدا سوف ربما يساء إلى بقية الرموز الأخرى. ربما تجدين بكرة في المستقبل مثلا إساءات لعيسى عليه السلام ولأي نبي من أنبياء الله من زمان يعني. وهذا حصل. نعم، يعني هيدا الموضوع بيخدنا لموضوع تاني، هيك عم بيصير فيه اجتهادات كتير من هنا ومن هناك، وأنا بلاقي إنه شوي القصة أبسط من هيك بكتير، خاصة لما بتكون بمجتمع مختلف عنك بيكونوا عم بيصلوا، بتحب أنت كمان تشارك معهم بالصلاة، ممكن تصلي بطريقتك، ممكن تسمع صلاة يعني عم تنحكى قدامك، وهيدا شيء حلو يعني مش شيء غلط. هل يصح للمسلم الصلاة داخل الكنيسة والعكس؟ طبعا نحن لا مانع عنده. الإمام عليه السلام في بعض رحلاته كان يريد أن يصلي، فبعض أصحابه طلب أن يأخذوا أن يتخذوا مكان للصلاة، فبعض أصحابه قال له هذا هنا كنيس قديم قد هدم لطالما أشرك بالله به، يعني
يعني في هذا المكان. فرفض الإمام عليه هذا الكلام وقال له: يا هذا، هذا بيت من بيوت الله، لطالما عبد الله فيه. نحن هذه ثقافتنا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما استقبل نصارى النجران أيضا استقبلهم وقال لهم يعني دعوهم في 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 يعني في في جانب المسجد، في في يعني في داخل المسجد، في زاوية من زوايا المسجد. المسلمون صلوا إلى جهة القبلة وقال لهم: دعوهم فليصلوا صلاتهم، فصلوا في مسجد النبي بصلاتهم. فإذا كان هذا هو تاريخنا الحقيقي والأصيل، فكيف يمكن أن نأتي اليوم لنرفض الصلاة في داخل بيوت الله؟ فكل بيوت الله هي يعبد الله فيها، والطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق كما ورد على لسان نبينا. المهم أن نصل إلى الله وأن نعبده بقلوب صافية، ليس المهم المكان. نحن المهم هو المكين، هو القلب الذي نعبد الله فيه، وليس المكان الذي المساحة التي نصلي فيها. ما دام قلبنا يتوجه إلى الله فأينما صلينا فإننا نصل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. سماحة المفتي، أحيانا يعني بيكون في كتار ناس أنجأ بيروحوا على الكنيسة أو بيروحوا بيصلوا بالجامع، عم نحكي هلأ بشكل بالإجمال، الدفاع، وبتلاقيهم لما إذا صار شيء هيك فجأة بتلاقيهم بيندفعوا وبيدافعوا، يعني الدفاع عن الرموز الدينية بطريقة كتير قوية من قبل هؤلاء. هل هي قلة إيمان بتدفعك للتبرير أو قوة بالإيمان؟ حقيقة هذا اليوم اللي احنا بنشوفه من العشوائي في عملية يعني رد الفعل، هو عادة يعني يقوم بها الناس اللي هن ما عندهم ثقافة وما عندهم وعي، مثل ما تفضلت قد ما يكون عندهم التزام ديني. هؤلاء الناس عادة يعني ينساقون بحالة عصبية مع الانتماء الذي ينتمون إليه عن طريق الوراثة، وهذه حالي إذا صح التعبير حالي فطرية فيها نوع من أنواع الانتماء يعني المكاني والزماني والطبيعة أو البيئة التي خلقوا فيها، بيشعروا بنوع من عدم المسؤولية في أن يعيشوا دينهم وإيمانهم بالمعنى الحقيقي كالتزام بينهم وبين الله بالنسبة لأديانهم. بيهملوا، ما بيتحملوا مسؤولية فهم هذا الدين ولا ممارسة طقوس هذا الدين بكل أسف. ولكن حينما يحاول أحد أن ينتقد دينهم ينتفضون باعتبار أن هذا نوع من أنواع الانتماء أو الملك الذي لا يحق لأحد أن يمسه. هذا نوع من العصبية اللي للأسف البعد أو الجهل فيها بياخذ مأخذه. أنا أقول لك بقلب صدق، لو أن كل مسلم عاش إسلامه وكل مسيحي عاش مسيحيته وكل يهودي عاش يهوديته وكل بوذي عاش بوذيته بالمعنى الحقيقي، لما كانت ردات الفعل، أولا لما وجد من يسيء إلى الآخر، لأنه الانتماء إلى الدين يمنع الإساءة إلى دين الآخر، ولما كانت ردات الفعل بهذه الطريقة التي حصلت اليوم، ولما حصل ما حصل حتى يعني الفعل المستنكر في قتل هذا الأستاذ بهذه الطريقة وقطع رأسه، أنا أعتقد أنه هو أيضا جهل في الدين والانتماء للدين. لو كان هذا مسلم يعي حقيقة دينه ويعي تعاليم دينه الأصيلة لما أقدم على ما أقدم عليه، ولما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. فإذن نحن من موقع الجهل نمارس باسم الدين جهلا أفعال نقدم عليها تكون لها أثار سلبية وردات فعل سلبية، والذين يدافعون أيضا في كردة فعل أيضا هم لا يعرفون حقيقة يعني الموقف الحقيقي لدينهم وما ينبغي أن تكون عليه ردة الفعل بما ينسجم مع الدين. أيضا هؤلاء هم ضحية جهلهم. فالمشكلة اليوم نحن في عملية الوعي الديني حقيقة هو غير موجود، صار في هذه الفترة يوجد تعصب ديني وليس وعي ديني. نعم
نعم، يعني بنتمنى من كل شيء عم بيصير من حوالينا هيك ناخده بطريقة إيجابية تكون ردة فعل الرجوع إلى الذات والتزام الديني لكل شخص حسب ديانته. شو آخر كلمة سماحة المفتي أحمد طالب بتحب توجهها لكل مستمعين إذاعة صوت سيدني وخاصة الجالية اللبنانية بأستراليا؟ أنا بقول لكل إخواننا في يعني إلى أي دين ننتموا، رسالتي إليكم كونوا إنسانيين. إذا أراد الواحد منكم أن يعرف ماذا يريد دينه، مسلما كان أو مسيحيا أو يهوديا أو إلى أي دين ننتمى، الدين يقول لك كن إنسانا عادلا منصفا متسامحا. كل ما اقتربت إلى إنسانيتك بتسامح وبمحبة للآخر، كلما اقتربت إلى عمق دينك. إذا بدك تعرف دينك ما في داعي تروح تعرفه من خلال العبادات، أعرفه من خلال قلبك ومن خلال إحساسك بإنسانيتك وإحساسك بإنسانية الآخر. كلما كنت إنسان متميز كنت مؤمن متميز، فلذلك كونوا إنسانيين حتى تحبوا الآخر ويحبكم الآخر. سماحة المفتي أحمد طالب، بدي أشكرك من كل قلبي، والله يطول بعمرك ويكتر من أمثالك، وأهلا وسهلا فيك عبر هوا صوت سيدني. شكرا إليك، شكرا إليك، يا هلا.